بسم الله الرحمن الرحيم. مغامرات مهندس مدني، الحلقة 1 عن أخطاء تسليح الكابولي الصغير. الأخطاء دي أخطاء قاتلة زي ما هنشوف. في يوم من الأيام، في مشروع ما وبلد ما، حصلت الحكاية دي. بس قبل ما نقول الحكاية لازم نعمل مقدمة هندسية صغيرة. البند دايمتر، كلنا بنستهتر بالبند دايمتر للبار. البند دايمتر في معظم الأكواد بيقول لك إن هو أتن السيخ على 6 مرات قطر السيخ، أو 8 مرات قطر السيخ لو كان السيخ أكتر من 25 ملي. فأدي البار، أروح جايب درم كده دي بتاعتها 6 مرات قد قطر السيخ، او 8 لو فاي 32، سواء 90 درجة او 180 درجة. واحد يقول لي طب في ايه يعني لو عملنا بند على ديامتر اقل هيحصل كراكس اللي انت شايفها دي؟ هيحصل كراكس، ممكن تكون شايفها وممكن ما تكونش شايفها، بس ده بره الكود ويبقى غلط، ممكن يحصل مشكلة كبيرة. فالقيم ديت نيجي نقول لك بقى ايه القيمة اللي احنا عايزين نأكد عليها النهاردة، اللي هي من السنتر لغاية النهاية. فده 6 فاي، يبقى دي 3 فاي زائد فاي ب4 فاي، وبالنسبة لفاي 32 هتبقى 5 فاي. يعني 5 في 32 المسافة اكس دي هتبقى 160 ملي، بالنسبة 16 ملي هتبقى 64 ملي. فالكوربل ديتيلز او الليدج، بنيجي اهم حاجة لو انا هستخدم تفصيلة الاسياخ بالشكل ده، يبقى اول ما السيخ يخلص دوران يبقى ده بداية السبورت، واخر السبورت هو بداية الدوران للإليمنت اللي فوق، نهاية الدوران للسيخ، ويبقى ستريت هو ده المكان اللي احط فيه البيرنج باد. فده طول السبورت، ولازم ما اجيش انا بقى واروح حاطط البيرنج باد في المنطقه ديت، لان المنطقه دي ما فيهاش رينفورسمنت لو انا استخدمت التفصيله دي يا جماعه. فادي هي التفصيله اوضح بالشكل ده. ادي دوت ابتدى بعد ما انتهى الدوران ابتدي احط البيرنج باد، وهنا دوت بعد ما انتهى الدوران احط الايه البيرنج باد. لازم السيخ دوت يبقى داخل كده، ما احطش القفل الكنب في المكان ده، احطه تحت هنا اهوت عند الكروس دوت. ادي الجزء دوت لازم من النقطه دي اخد ديفلوبمنت لينس، ودوت عند الالتقاء ده ديفلوبمنت لينس. محدش يعمل لي الفتفوته اليمين وشمال دي اللي بيعملوها دايما. الكود الامريكي قال لك ايه؟ بدل ما اعمل دوران ومش دوران ويعمل لي مشكله، لا انا هجيب السيخ دوت واحط فيه سيخ عمودي كده عليه والحمه معاه، واجيب ستيل بليت واروح لحمه على الستوب دوت، بحيث ان هو الفورس دي دايما يبقى فيه تحتيه تسليح، والتسليح ده مؤمن باللحام. فدي تفصيله، بس مش كل الناس بيستخدموا التفصيله ديت علشان بيستسهلوا ان هو مش عايز يعمل لحام، واللي يقول لك الحديد ده ويلدبل ولا مش نان ويلدبل، زي ما ايه شرحنا في حلقه الويلدنج بتاعت الايكونيك تاور، ومش هنعيد تاني ونزيد. كل الحديد ممكن يتلحم لو اتلحم بالكترود، الكترود مظبوط وبماكينه مظبوطه وواحد سيرتيفايد. فالديزاين ديتيل بيجي الناس يجي يرسم ايه، يرسم لك برضو الرسمة دي كده، مع ان هو بيشتغل بالاوتوكاد وممكن ياخد امر الفيلت ويعمل الدوران مظبوط، لكن للأسف بيستسهل يعمل الكلام دوت اذا رسم تفصيلة من اساسه، وتلاقي الشكل جميل جدا. يعني انت شايف كده دي رسمة كده جميلة، لكن انا شايف انها خطر وغلط ومنتهى الخطورة. لان لو احنا السياخ ديت فاي 32، في حد يقول في كورب عليه تسليح فاي 32
عايز اقول لك الاحمال يعني التفاصيل دي في المباني العاليه والمباني الكبيره واللي بتاخد احمال كبيره كله بيستخدم نفس التفصيله على حاجه صغيره حاجه كبيره، دي بتبقى مئات الاطنان احيانا، مش 2 3 طن زي ما بيرسمها الكود. فشايف التفصيله الحقيقيه اهي، اتفضل بعد يعني شايف دي كده التفصيله اللي احنا متصورينها وشايفينها جميله وحلوه قوي، ولا حد يقول حاجه. لكن تعالى حط الديامتر المظبوط، التسليح الخرافي اللي هو حاطه، هو تسليح كتير قوي، مش عايز اقول لك ان ديت احيانا بيحطوا طبقتين 32، عندنا في المشروع طبقتين 32 للكوربل، فمحدش يقول لي كتير ومش كتير. فشايف الحركة دي، انت حاطط البيرنج باد على منطقة بلين كونكريت هتتكسر بدون سابق انذار، وتلاقي الكاميرا ديت واحد. مضطر احكي لكم حكايه حقيقيه وراح فيها ضحيه ثلاث عمال راحوا ضحيه التفصيله الغلط ديت. ده اللي انا اعرفه، ممكن يكون اكتر من كده في اماكن تانية كتير. فالتفصيله ديت ادي كوربل معمول بالتفصيله الغلط اللي احنا شايفينها، او اتنفذت بالمظبوط دوران مظبوط، لكن البيرنج باد ديت موجوده في المنطقه اللي هي بلين كونكريت. فبعد ما بيعمل الفورم وورك ويصب البلاطه، حصل ايه بقى؟ شالوا الفورم وورك وشالوا الجناب ولسه بيكملوا يا حرام. فاذا الجزء ده اللي هو بلين كونكريت بدون سابق انذار هيتكسر، لانه ما فيهوش مسلح، يعني اللي بيدي انذار هو الخرسانه المسلحه، لكن الخرسانه العاديه ديت ابتدت تهز كده. الراجل تهز الشعر بخوف، ابتدت قطعه تقع وابتدوا يسمعوا الهزة، ما كانش عندهم وقت عشان يهربوا. وقعت عليهم، وقع عليهم السقف، وكل دوت علشان واحد كسلان مش عايز يرسم تفصيلة كويسة. حرام 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 يا مصمم يا كسلان ترسم تفصيلة مظبوطة، حرام على المكتب الفني اللي بيعمل شوب دروينج وبرضه بياخد نفس الرسمة ويروح حاطط عليها أرقام، ما بيحاولش يحط الرسمة مظبوطة، حرام. نيجي بقى نبص للكود المصري والأمريكي، نلاقي إن هما الكود في كل العالم عبارة عن كتاب عامل زي كتاب القانون. فين الاسكتشات؟ أقل ما يمكن تلاقي 100 صفحة وفيها 3 سكتشات، والباقي دش دش دش. مع انهم اول ما دخلنا الكلية قالوا لنا سلاحك هو القلم، وبعد كده يطلعوا لنا الكود عامل زي قانون العقوبات علشان يخلي مسؤوليته، كأنهم بيحاولوا يخلوا مسؤوليتهم. الكلام ده لكل الاكواد، مش الكود الامريكي ولا غيره، كل الأكواد. فأنا يعني بقى أنادي الناس المحترمة اللي بيعملوا الكود لازم يهتم بدقة التفاصيل أكتر من الكتابة. مواضيع الإنشاء دي نقللها، يعني مثلا أدي كود الأمريكي عامل التفصيلة ديت جميلة جدا بتاع الأنكورينج باللحام اللي ما فيش كتير بيحب يستخدمها، عشان يقول لك لسه اللحم واللحام يمسك في الخشب يحرقوا، مش هنلهم. في نفس الوقت هو بيجي طيب الكاميرا اللي فوق جاب سيرتها، قال انها لازم تتعمل بنفس الطريقه ولا شيء. تعال نيجي نبص، يجي بعمل لك ايه التفصيله ديت، يقول لك ايه خلي بالك الجزء دوت اقل حاجه ليه 13 مينيم 13 مللي، اللي هو الجزء اللي هو ما فيهوش ان ارمورد ايدج، اللي ما فيهوش تسليح، ده يبقى مينيموم 13. طب ما ممكن واحد يعمله 50 سنتي
وبعدين لما يلاقي 50 سم ديت يروح حاطط عليه البيرنج بات يتكسر، يبقى المينيمم ديت مش مظبوطة. ويجي يقول لك ايه يا جماعة، لو دي كاميرا المسافة دي اقل حاجة 75 مللي. 75 مللي ده انا عندي كفر 3 ل 4 سم، فلو ده 3 سم كفر يمين و3 سم كفر شمال، هلاقي بقى ان المينيموم بيقول لي ان البيرنج ده تبقى 1.5 سم، وهنا في السلاب تبقى 50 مللي، يعني هتبقى بالماينس. ايه الارقام ديت؟ يعني كده الناس يستريح، يقول لك مال يا سيدي سيب لك 13 مللي وحط الباد. وفعلا بيروح حاطين الباد هنا، لا بيحطوا زاوية ولا بيلحم، ولا المسافة ديت تكفي البيرنج، لان البيرنج ديت ليها تصميم مخصوص على حسب القوة دي. ده يجي يقول لك ايه، انا عايز البيرنج ديت تكون تقدر تشيل 400 طن وتعمل روتيشن مش عارف كام ريديان وموفمنت 15 مللي. طب كل ديت وانت عايزها وهي عرضها 1.5 سم مينيمم، طب عرضها كام؟ محدش عارف حاجة، منتهى الخطورة. في كود تاني يروح رسم لك الرسمة دي كأن الزاوية دي 90 درجة. يعني احنا لسه انت كاتب ان المينيمم 6 فاي، لو دي فاي يبقى دي 6 مرات، دي 6 مرات، دي 90 درجة. حرام يعني الناس يبص كده، يبقى هو هيعمل ايه؟ ما هيرسم الرسمة ديت بنفس الطريقة. اتفضل، او رسمها برضو تاني، رسم الرسمة ديت كده. طب يعني خلاص احنا دلوقتي في القرن ال21، يعني دوران فيلت مع راديوس، هتلاقي ان الباد اللي انت راسمها قريبه من الايدج قوي. يعني ما انت عندك المسافه دي، يعني عامل الايدج دي، ما دي تتكسر، دي المسافه دي كلها هتتكسر، يبقى الباد دي هتتكسر وهتبقى نصها في الفراغ. طب يعني فيها ايه لو انت رحت راسمها كده داخله لجوه شويه؟ يا جماعه كل ديت بتبقى بتاثر، الناس دي عامله زي غسيل المخ، انك بتقول له الرسمه دي مش غلط، ده انت لازم توجهه له ان الرسمه ديت فيها ممكن تعمل مصيبه. الناس اللي ماتوا دولت يعني ماتوا ازاي؟ تعال نبص، ادي ده كمان الغلطه دي بيغلط فيها ناس كتير. شايف الجزء دوت، هو مهتم قوي ان الجزء اللي تحت يبقى سميك عشان ده اللي شايل. طب ما ده متشال، ما اللي بيجري على السكشن ده هو اللي بيجري على السكشن ده، ما هو نفس الحمل اللي هنا هو نفس الحمل اللي هنا او قريب منه جدا. ف ليه التفصيلة ديت؟ يعني دي كده بتخلي الناس، انا اعرف ناس فعلا راحوا عملوا الكور دوت، عملوا جميل جدا وتسليحه كويس، وجي لما جه على الحتة دي راح عامل التسليح بتاعه برضه فتفوته هنا كده، ومن الناحية دي هنا من الناحية ديت كده. المشكلة ان هو اتنفذ بس قبل التحميل، الناس خدوا بالهم منها وعملوا علاج. مش عايز اقول يعني عملوا ايه، يعني حاجة منتهى الخطورة، يعني التفصيلة ديت منتهى الخطر. الديزاين ديتيل اللي هي بتتعمل بشكل ده، لازم اخلي بالي ان هو ممكن البار دايمتر يطلع بالشكل ده. لما يجي لي بقى تصميم الباد، انا لازم اخد الجزء دوت و اشوف البيرنج ديت مظبوطه موجوده في حته ارمرد ولا لا. فلما احسبها هلاقي انها ايه، مشكله. فالحل الاولاني ان احنا يعني بدل ما فاي 32 او 25، طيب ما احنا ممكن نجيب دايمتر اقل واشوف اذا كان الدايمتر الاقل دوت العرض الكور يسمح، الكورب يسمح ان انا احط عدد زياده من الريبارس، وان التطبيق الديتيلة دي ممكن تطبيقها لو نفع، ما نفعش يبقى نعمل حل تاني. فالحل التاني ان هو نيجي نروح حاطين ستيل بليت، ستيل انجل، ما
ملحوم فيها ستيل، بس لازم دي توصل لغاية الدوران دوت، بداية الدوران، ونفس الكلام دوت دي توصل لغاية بداية الدوران. شايف واخدة مساحة كبيرة والبيرنج بعد عليها دي كده يدوب مظبوط، محدش بقى ايه يعملها اصغر من كده، لازم عند نهاية الدوران ده تكون الزاوية موجودة. وشايف انا ابتديت باللي فوق قبل اللي تحت عشان ما ننساش اللي فوق، دايما مش نهتم باللي تحت وبننسى اللي فوق. محدش يعمل لي تفصيلة الدوف تيل ديت وبليد وانجل صغيرة كده، هو هنا هو تقول لك ما هي لمسة هنا دي مش مظبوطة، يعني الدوف تيل دي عفى عليها الزمن، اعمل ستيل بليت كده انجل بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، اتنين انجل كبار ومربوط فيهم سيخ حديد داخل ملحوم بالمسافة كبيرة نقط يعني 10 سنتي على الأقل بالشكل ده، منتهى الخطورة الحاجات دي يا جماعة. نيجي الطريقة بقى التانية، ان احنا نستخدم اللحام بتاع الكود الامريكي. فلو لحمنا ينهوت ما تنساش ان الجزء اللي فوق لازم يتلحم هو كمان، اللحام دوت لازم يتعمل على اصول الصناعة، مش اي واحد يلحم اللحام ده انا اعمل له لحام واعمل له تيست بحيث ان هو اتأكد انه مظبوط. يا جماعة خلي بالكم خلي بالكم، كمان في غلطات بتحصل تانية بطريقة تانية، لازم نكون مفتحين. واحد راح حط الستيل انجل زي ما احنا قلنا كده، رغم انها كانت كده دي مظبوطة، لكن لا في الموقع واحد راح لقى السيخ ديت موجودة كده، يقول لا 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 هات الكلام ده وتربطه مع السيخ ده، فيروح محركه او لأي سبب ما يروح مزود الكفر هنا بشكل كبير وتبقى الحديد عامل كده. ودي يعني حصلت فعلا، ادي البيرنج باد لما تيجي تتحط هتلاقي فيه كراك هنا بعد الانجل راح حصل وضاع الجزء دوت خالص، برضو البيرنج باد وقعت بالكام سيخ دوت اللي احنا حاطينهم، والسيخ الأساسية موجودة لكن موجودة في المكان الغلط. محدش يقول لي لا دي ما بتحصلش، لا حصلت حصلت، وأكتر من واحد حكى لي عليها. التفصيلة ديت دايما المهندس يجي عامل التفصيلة دي، فتفوتها ماشية يمين وفتفوتها شمال، يا عم دي ديفلوبمنت لينس، ديفلوبمنت لينس بعد التلاقي ده على طول ممكن يحصل كراك كده اهوت، فدي يبقى لازم تمتد ديفلوبمنت لينس بعد الكراك، وممكن يحصل كراك كده فلازم ده يمتد بعد الكراك ديفلوبمنت لينس. واحد هنا عمل الحكاية مظبوطة، وحتى يعني حط رابط الكانة قفل الكانة تحت، محطوش ان هو يعني كتر خيره، لكن ناسي اللي فوق، ناسي اللي فوق، التفصيلة اللي فوق مش زي اللي تحت ديت، وكمان جه ان هو الحتة ديت مد ده لفوق بالديفلوبمنت لينس مظبوط، وده مش حتة صغيرة كده، ما ينفعش التفصيلة ديت. ده كل ده تمام، بس جه برضو راح عمل الايه، اهتم بالكابولي ده والجزء ده وتقال لك ايه، لا ده مش مهم. طب ما هو ممكن يحصل كراك في الحتة دي كده، يبقى دوت محتاج برضو ديفلوبمنت لينس وحسابه زي الحساب الجزء دوت. خلي بالكوا يا جماعة، كونكلوجن، الديتيلز الديتيلز، المهندس الكسلان اللي مش عايز يعمل ديتيلز يسيب الهندسة يشوف له شغلانة تانية. شكرا.